بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. حكم التبرج والإثم العظيم للتبرج، سواء كان للفتاة المتبرجة أو لأوصياء وأهل هذه الفتاة الذين يشتركون معها في الإثم، وحكم لبس البنطلون. أولا، المرأة المتبرجة ملعونة بالأصح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الملائكة تلعنها في الطرقات، والجن المسلم يلعنها، والحيوانات تلعنها اللي بان شعرها، تمشي لابسه بنطلون. وما اكثر هذه الفتيات اللي 90% من النساء الان هكذا، والبنات اللي هم متحجبات في حجاب زائف، حجاب زائف غطي شعرها، ولابسه من تحت بضي ضيق بيبرز مفاتنها، ولابسه من تحت بنطلون الافخاذ باينه وكل حاجه باينه، وغطي شعرها وهي تظن انها محجبه وهي ليست محجبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث في حديث خطير في مسند الامام احمد وحديث صحيح، ان في الجنة، بسم الله الرحمن الرحيم، لعنهن فانهن ملعونات، ان في اخر الزمان رجال يركبون المياسر كالسروج، يركبون على السروج او يركبون المياسر، ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات. سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فتعالوا نحلل الحديث ده ونشوف معناه إيه. سيكون في آخر الزمان، دي من علامات الساعة، رجال بيصلوا وهم ما بيصلوش، رجال شكلهم رجال لكنهم مش رجاله. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليه نحبهم كده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب سيره الصلاه، وايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كاشباه الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، عايز يقول لك ان الصلاه ليس لها قيمه، ليست مقبوله، لانه عنده دياسه، ترك زوجته عاريه وراح يصلي، فكيف تقبل هذه الصلاه؟ ليس عنده نخوة، ليس عنده رجولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر، وما المياسر هي السيارات الفارغة، يبقى رجال المرفهين، لكن المال طمس على قلوبهم وعلى أعينهم، ينزلون على أبواب المساجد ونسائهم كاسيات عاريات. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح كاسيات العاريات دول من صنف، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إيه؟ صنفان من أهل النار لم أرهما سيأتياني من بعدي، رجال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا أشممن ريحها، وإن ريحها لا يظهر من مسيرة كذا وكذا، ومسيرة أو في رواية أخرى من مسيرة 1040 عام. والصنف الثاني رجال معهم أصوات كأزنمة الخيل يعذبون بها أناس من أمتي. يبقى نساء كاسيات عاريات، يعني لابسه مش لابسه هدوم ضيقه تبرز مفاتنها، وهي لابسه لكنها في الواقع مش لابسه كانها عريانه، او جزء باين وجزء مائلات مميلات، رؤوسهن كاسنمه البخت، سايبه شعرها ومسرحاه ومبيناه، وتقع الناس في الزنا، وهي ايضا زانيه والعياذ بالله. المراه المتبرجه لها اسم الزنا؟ لها اسم الزنا. اذا كان المراه المتعطره تقسم تعالى اسم الزنا. الرسول يكون في الحديث أي امرأة خرجت متبخرة أو متعطرة فمرت على قوم وريحها تعصف فنظروا إليها فهي زانية. العلماء قالوا إنها لأن هم بصوا إليها فزنوا بعينيهم فتحملت هي اسم، اصبحت هي كمان زانيه. حتى الرسول ما قالش زين عين ولا قالش قال هي زانيه، ما قالش حتى زين عين، كبيره من اكبر كبائر. فما بالك بقى المتبرجه؟ طب بالله عليكم ايهما اشد اسما؟ واحده منقبه متعطره ولا واحده متبرجه؟ وطبعا المتبرجات كلهم بيتعطروا يعني، لكن هفترض انها مش متعطره. ايهما اشد اسما واكثر فحشا واكثر
فتنة للرجال. وراح صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما تركتم بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مفيش فتنة أشد من الرجال على النساء، وهتضر الرجال أكثر من النساء. مين مين أكثر ست نساء بتضر؟ المتفرجات، هم دول بيفسدوا في المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجال سيركبون المياسر ينزلون على أبواب المساجد. يعني عايز أقول لك الصلاة كأن الصلاة مش مقبولة، أدي أول حاجة. ويتركون نساءهم كاسيات عاريات يلعنوهن فإنهن ملعونات. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأشباه الرجال، سيكون في آخر الزمان رجال يكونون مياسر كأشباه الرجال. يعني إيه كأشباه الرجال؟ إن هو شكله رجل يكون له ليس رجلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنه ما عندوش نخوة، ما عندوش ما عندوش رجولة، ترك زوجته عارية تنهشها الذئاب بأعينهم. هو العين تأكل، يعني كما الأسنان تأكل العين تأكل. فترك زوجته فريسة لأعين الرجال، فهو مش رجل وصلاته مش مقبولة. ولا ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزلون على أبواب المساجد، يعني كان يقول لك بس الرسول صلى الله عليه وسلم بيسخر منهم. إيه فايدة الصلاة دي؟ ملهاش فايدة. يلعنهن فإنهن ملعونات، يعني يلعنهن فإنهن ملعونات، يعني بيأمرنا نحن أن احنا نلعنهم، بنشوفهم نلعنهم. فإنهن ملعونات من قبل مين؟ واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، هو الطرد من رحمة الله. ف ملعونة من قبل الجن المسلم، من قبل الملائكة، من قبل الحيوانات. لأن معاصي أولاد بني آدم تمنع قطرة من السماء، تمنع خروج الزرع من الأرض. فالحيوانات بتلعنهم، الجن المسلم يلعنهم، الملائكة تلعنهم في السماء، وبترجع محملة بملايين السيئات ووزر الزنا. كل رجل نظر إليها وزنى بعينيه، أو زنى أو استمنى أو وقع في الزنا الحقيقي بالفرج، كلها تتحمل الاسم، تشاركه في الاسم، لأنها السبب. هي السبب. البنطلون، المرأة المحجبة اللي بتلبس بنطلون زيها زي ما، لأن البنطلون يبرز مفاتن المرأة، وهو لبست وهو لبسة الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء، ولعن الله المخنسين من الرجال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال من النساء بالنساء. وفي روايات أخرى: لعن الله المترجلات من النساء، ولعن الله المخنثين من الرجال. بنطلون لبسة الرجل، ولا يجوز للمرأة أنها تصلي بنطلون ولا تمشي بنطلون في الشارع. طبعا لو البنطلون ضيق يكون أشد إسما، لأنه بيلبس مفاتن المرأة. يبقى في الحالة دي المرأة اللي بتلبس خمار تغطي رأسها وتلبس من تحت بنطلون، هي ليست محجبة، هي متبرجة وقاسمة إسما كبيرا، وهي تكذب على رب العالمين قبل أن تكذب على نفسها. فالخطاب هنا ليس للمرأة فقط، ولكن لأولياء هذه المرأة: أنتم تشاركونهن في هذا الاسم. الرجل الذي يسكت على المعصية هو شريك فيها. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى جاب سيرة الرجالة، ورا الرسول صلى الله عليه وسلم جاب سيرة الرجالة في الحديث ده ليه؟ ما كان يقول نساء وخلاص، لكن يقول يتركون نساءهم رجال ويروحوا يصلوا وسابين رجال وسابين نساء. فين القوامة؟ مفيش قوامة. مش ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أنفق من أموالهم فالصالحات قانطات حافظات للغايب بما حفظ الله. فين القوامة؟ مفيش قوامة. يبقى إذا الرجل هذا الرجل عنده دياسة، لأنه ليس له قوامة، لأنه ترك زوجته عارية تخرج إلى الناس تنهشها الناس بعيونها، وراح يصلي والصلاة مش مقبولة، هما ملعونين، هو يدخل معهم في اللعن لأنه راضية بهذا، والسكوت على المعصية والرضا بها شراكة فيها والعياذ بالله، وهو كمان بقى ملعون. إذا الكلام هنا لمين؟ لكل واحد له زوجة أو أخت أو بنت تلبس البنطلون الضيق مبين شعرها، أنت والعياذ بالله شريك في هذا الاسم، وأنت ملعون معها إنها ملعونت بسبب إنها بتنزل، الرجال ينظرون إليها ويزنون بسببها ويقعون في اسم الزنا بالعين أو باليد أو بالاستمناء، والعياذ بالله هو الاستمناء نوع من أنواع الزنا، ولكنه لا يصل إلى حد الزنا بالفرج طبعا أو الزنا بالفرج. يعني والرجال اللي بيزنوا ليه؟ ما هم شايفين فساد في المجتمع، وشايفين النساء بتشجعهم على هذا، وعلى كل النساء عفيفات وبتلبس كلها بدل بدل. كل شيء رجل حاجة يجد واحدة يزني بيها، هي اللي بتقوله تعالى. هكتب الكلام ده كله تحت فيديو سخون شو نشر هذا العلم في صابر عظيم، ولعل علما لا أجر من عمل به يوم القيامة،
لا ينقذ زمان بريم شيئا، تنشر الشباب الجرس في الشرق القناه لاسانكم الجديد، وساعدوني على الشرق. يا ريت كل واحد يتوب، ويا ريت كل واحده تتوب. الولي يتوب عن الدياسه والسلبيه، والمراه تتوب عن التبرج وعن اظهار شعرها للناس واظهار جسدها للناس وعن لبس البنطلون. تلبس اسدال، اللبس الصحيح والذي يصف ولا يشف، اسدال واسع خمار وازار ورداء، خمار ودرع وازار، ثلاث حاجات دول هم اللي الست بتصلي بيهم كما جاء في كثير من الاحاديث عن السيده عائشه وغيرهم. هو ده اللي الست تلبسه في الشارع وهي ماشيه، خمار ودرع وازار، لبس واسع شفاف. اللي انتم بتشوفوه ده دلوقتي ده مش حجاب، ده كذب. قولوا قولي هذا، استغفر الله.